ثلاثية الأحرف هي ولا نهائية في الأبعاد. من أيام الأبيض والأسود لحنها عبد الوهاب وغنتها فايزة أحمد حتى صارت أمي ست الحبايب، وتعددت من بعدها الصفات. ست الحبايب يا حبيبي هي أغلى من روحي ودمي. الثلاثية اليوم تجسدت بأصوات ثلاثة، فارس لبناني وشاميان، وكل واحد منهم غنى أمه على طريقته. هلا والله يا مو، هلا والله، هلا والله يا مو، هلا والله يا مو، شو اشتقنا لعيونك يا مو، لعيونك امي، لعيونك قلبي وولادي، لعيونك يا مو، لعيونك كلنا من نادي، يا مو يا يا مو يا يا مو رضاك يا مو. الفكرة كانت فكرة الفنان مصطفى الخاني، وطبعا عرض الفكرة على الأستاذ دوريد لحام، وبعدين اقترحوا انه انا اكون من يعني كمطرب بيناتهم. اعطيني رأيك ب يعني مصطفى الخاني، منه مغني، هو ممثل كمان دوريد لحام. اذا بدنا نحكي من ناحية الصوت يعني فينا ننتقدهم؟ استاذ دوريد يعني تعودنا على صوته من زمان، ايام مسلسلات صح النوم وحارة كل من ايده له، وكثير عدة مسلسلات يعني صارت اليوم يعني نحن نعتبرها صارت جزء من تراثنا العربي. نمس مصطفى خلينا نقول سألته، قلت له شو اللي دفعك انه تعمل العمل؟ هو كمان خسران يعني فقد امه، وعمل العمل من حبه بامه. الحبايب اللي غنتها فايزة أحمد، بتحس حضرتك عم بتقرب من المنافسة لهيدي الغنية خاصة بهذا العيد؟ لا أنا ما يعني ما بحط حالي أبدا بإني يكون بمنافسة قدام فنان قدير وعملاق، وفنان هو رمز لا يتكرر عندنا بالوطن العربي أستاذ عبد الوهاب الله يرحمه. نحن منجرب نمشي على خطاهم، إننا نختار كلمة حلوة ولحن حلو. عاصي لم يكن عصيا على دمعته، فحنين الذكريات لا يزال صداها يتردد في مخيلته والصور. يعني أمي كانت توقف على البلكون بتذكر على المصطبة عنا وتعمل الحبقة هيك وتطلع الريحة منها، أكيد كل اللبنانيين بيعرفوا شو الحبقة يعني. وراح الفرح معها، تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحكة، غص الدرج، فعلا غص الدرج يعني لما طلعت من البيت ولما راحت حسيت فعلا الدرج يعني كأنه تأنسن، وصار عم بحس بأنه الغالية اللي عاشت كل الوقت معه تطلع وتنزل على درجاته وتعايشه، والحبقة اللي كانت على طول هي تهتم فيها، والشباك اللي كانت على طول تطلع على الشارع منه، كلهم هودي تأنسنوا وصاروا عم بحسوا برحيل إنساني كانت هي مهتمة فيهم وهي عايشة معهم. أنا دائما لما الأم بتفل من البيت بتحس العجقة بتروح. راح الفرح معها، تركني وغاب، وما كان يترك لي ولا ضحكي، غص الدرج نزلت دموع الباب، الباب الباب، عمرك شفت شي باب عم يبكي؟ أهم شيء بقوله أول شيء إن شاء الله تكون شايفتني عم تسمعني، يا رب تكون بجنة الخلد هي والوالد وكل المؤمنين، وأهم شيء بالنسبة لي هو إنه تكون راضي عني، يا رب تكوني راضي عني يا ماما، لأنه رضاكي بالنسبة لي هو كل شيء. شو ما عملت يا مو ما بكافيكي، ربي وحده قادر يكافيكي، ردي علي من قلبك وسامحيني، ربي يطول عمرك ويخليكي. يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا
يا ست الحنايا يا مو. دلال بزي، قناة الجديد.